السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. نسمع دائما عن نضج الذكور ومتى تكون الذكور ناضجة وفي أي مرحلة عمرية من ذلك، لكن هل سمعنا بنضج أو النضج الجنسي للملكات؟ موضوع يتطرق إليه الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن حول نضوج الذكور جنسياً ونضوج الملكات جنسياً، متى يكون ذلك؟ فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ حسين الأهدل والأخ أحمد نبيل العقاب وأحمد نبيل العقالي والأخ الأخوة جميعاً، رأيت لكم نقاش في مسألة تربية الذكور وتربية الملكات. وكان قد سأل في قبل أيام أحد الإخوة متى أربي الملكات، فإذا كان الرجل هذا أو الشخص أو النحال لديه برنامج لتربية الذكور وتربية وانتخاب الذكور وبرنامج لتربية انتخاب الملكات، فإنه عليه أن يبدأ بتربية الذكور المنتخبة أولا، وذلك لأن الذكور تحتاج إلى أن تبلغ النضج الجنسي 15 يوما تقريبا. يعني الذكور عندما تخرج بعد اكتمال دورة التحضين بعد 24 يوم وليس 23 يوم كما ذكر أحسن الأهدل، فإنها تحتاج بعد ذلك إلى 15 يوما لكي تبلغ جنسيا، لكي تصبح ذكور بالغة وذكور قادرة على التلقيح الجنسي تلقيح الملكات أو العذارة. فلو حسبناها 24 يوم زائد 15 يوم 34 يوم أو 35 يوم على التقدير الأمثل. فلكي تربي ملكات، وعندما تخرج هذه الملكات كعذارة أيضا هي تحتاج بعد الخروج إلى 5 أيام حتى تبلغ يعني النضج الجنسي لها، يعني أن الملكة ما تخرج جاهزة للتلقيح بل تحتاج أن تبقى في الخلية 5 أيام تقريبا، من 5 إلى 6 أيام ثم تكون جاهزة للتلقيح، عندها قد تكون نضجت مبايضها وقابلة المنوية وأيضا نضجت الغدد، غدد إفراز الفرمون الملكي فرمون التزاوج. إذن الملكة لكي تصل إلى النضج الجنسي تحتاج، إن كنا سنربيها من البيضة فإنها تحتاج 15 يوم أو 16 يوم بالإضافة إلى 5 أيام، يعني 20-21 يوم هكذا من البيضة إلى أن تبلغ سن التلقيح أو تبلغ النضج الجنسي. فإذا لكي تخرج الذكور ناضجة جنسيا بعد 15 يوم من خروجها من الحضنة وتتوافق زمنيا مع الملكات ونضوجها الجنسي بعد خروجها من البيوت الملكية 5 أيام، فإننا نبدأ أولا بتربية الذكور لأنها الأطول عمرا، نبدأ بتربية الذكور. فإذا ربينا الذكور
يعني إذا وضعنا الإطار 2 سنتي فيه أساس ووضعناه في خلية من أجل بنائه ومن أجل أن تضع فيه هذه الملكة المنتخبة تضع فيه البيض المنتخب البيض الذي نريد أن نربي منه ذكور نتركه للخلية هذه حتى تبنيه ستستغرق فيه يوم أو يومين ثم تضع فيه الملكة البيض فإذا وضعت فيها الملكة البيض يتم التأريخ من ذلك اليوم بعد عشرين يوم يبدأ النحال بتربية الملكات يعني يبدأ بالتطعيم إذا كان يريد أن يطعم أو يبدأ بتزويد خلية التربية بيرقات مفتوحة من أجل تربية الملكات الخلية الميتمة التي سيستخدمها في تربية الملكات الآن لنفترض أنه قد مر على بداية تربية الذكور 20 يوم مثلا اليوم عمر الحضنة الذكور 20 باقي لها 4 أيام وتخرج أنا أبدأ اليوم في تربية الملكات أبدأ أخذ اليرقات وأطعم أو أزود الخلية التي اخترتها من أجل التربية أزودها بيرق وهي ميتمة أزودها بيرقات مفتوحة من أجل تبني بيوت ملكية إذن الذكور بقي لها 4 أيام وتخرج بالإضافة إلى 15 يوم كم صار 19 يوم لنقل 20 يوم 19 يوم هذه هي المدة التي أريد أن أربي فيها الملكات بحيث تخرج الملكات وتبلغ النضج الجنسي متزامنة مع يتزامن ذلك تماما مع نضج الذكور الجنسية إذن في هذا 19 اليوم سأبدأ بزراعة في أول يوم مثلا اليوم يوم 20 في عمر الذكور الذي ربيتها أبدأ أنا في زراعة الملكات ما دام زرعت من يرقات إذن هذه الملكات ستحتاج 5 أيام طور يرقة ثم بعد ذلك تحتاج إلى 6 أيام أو 6 أيام ونص كحضنة كبيت ملكي مغلق 6 أيام وخمسة أيام كم 11 يوم 12 يوم على يعني قول أن الملكة تخرج في 16 يوم 11 يوم 12 يوم تقريبا في هذا الحدود أضف ثم ستخرج الملكات تحتاج من 5 أيام إلى 6 أيام لتبلغ النضوج الجنسي ضف هذه 6 الأيام إلى 12 يوم كم صار 18 يوم يعني تخرج وقد بلغت أصلا الذكور أمس تصبح قد بلغت أمس يعني جاهزة للتلقيح فتكون الذكور جاهزة للتلقيح وكذلك الملكات جاهزة للتلقيح في وقت واحد بهذه الطريقة يكون الفرق يومين أمر بسيط لا يضر بالعكس لو زاد في فترة النضوج الجنسي للذكر يوم أو يومين هو أفضل لأنه يكون أقوى وأسرع وأقدر وأجدر على ويكون تكون الحيوانات المنوية لديه قد اكتملت ويكون عددها كبير جدا فتأخذ العذارة تلقيح من هذه الذكور تلقيحا جيدا أعيد وألخص النحال إذا ربى ذكور منتخبة من ملكة منتخبة في هذا اليوم بدأ يرى أن الملكة وضعت البيض بيض الذكور في النخارب السداسية الواسعة عندما يرى أن الملكة بدأت بوضع البيض يحسب من ذلك اليوم 20 يوما بالضبط بعد 20 يوم يكون حضنة الذكور قد وصلت إلى عمر 20 بقي لها 4 أيام على الخروج في ذلك اليوم بالضبط يبدأ في زراعة الملكات إذا فعل هذا فإن نضوج العذارة الجنسي سيتزامن تماما بإذن الله
مع نضوج الذكور جنسيا، وبهذا يكون قد أتقن عملية المزامنة، مزامنة نضوج الذكور جنسيا مع نضوج الإناث جنسيا. لعله قد اتضح، أنا كنت أريد أن أوضح هذا الأمر من منذ 4 أيام أو 5 أيام، لأني رأيت سؤال في هذا الموضوع لكن لم يتسن لي الوقت. تحياتي.